قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجوله تفقديه داخل جامعه العريش للتفقد سير العمليه التعليميه وانتظام الدراسه بها، وذلك خلال تفقده للمشروعات التنمويه والخدميه بشمال سيناء، كما قام بجوله تفقديه في كليتي الاستزراع السمكي والمصايد البحريه والاقتصاد المنزلي، اشاد رئيس الوزراء خلال الجوله بما انتجته طالبات كليه الاقتصاد المنزلي من العديد من المنتجات المتميزه. وقد اجرى رئيس الوزراء حوارا وديا مع طلاب الجامعه والذين اعربوا عن سعادتهم البالغه بانتظام عمليه الدراسه داخل الجامعه مؤكدين عوده الامن والامان والاستقرار الى مدينتهم بعد توقف الحركه والدراسه بسبب العمليات الارهابيه في الفترات السابقه يعتبر قرار إنشاء الجامعة من أهم القرارات الاستراتيجية لخدمة المجتمع السيناوي، كما تعد بمثابة رسالة للداخل والخارج على تمتع سيناء بالأمن والأمان والاستقرار، وتقدر الاستثمارات التي يتم تنفيذها بالجامعة بواحد وثلاثة من عشرة مليار جنيه.